طيب خلينا نروح من خلال تطبيق زوم لزميلنا العزيز والصحفي بموقع يلا كورة أيمن جلبرتو عشان نتكلم معاه في بعض الأمور المحلية وكمان أمور بتتعلق بالنادي الأهلي ونعرف منه آخر القصص الخبرية على السوشيال ميديا. يا أيمن مساء الخير عليك. مساء النور يا أمير، أهلا بيك ومبروك البرنامج الجديد وتوفيق إن شاء الله ليك ولقناة النادي الأهلي. أهلا بيك يا أيمن ونشكرك شكرا جزيلا، لكن عايز أتكلم معاك طبعا بخصوص آخر القصص الخبرية اللي موجودة على السوشيال ميديا واللي ممكن تكون ترند في هذه اللحظات بخصوص الكرة المصرية بشكل عام، وتحديدا عايز أتكلم معاك على عودة الدوري. يعني بالتأكيد الكل منتظر في الوقت الحالي القائمة بتاعة النادي الأهلي للإطمئنان على العناصر اللي هتبقى موجودة إن شاء الله في مباراة إنبي. غياب طويل للنادي الأهلي عن المباريات، الجماهير كلها متشوقة أن هي تشوف فريقها في أول مباراة بقى رسمية بعد العودة الطويل من الغياب الطويل ده. ويعني طبعاً الكل بينتظر خصوصاً الموقف الدفاعي، يمكن في اطمئنان هو من قناة النادي الأهلي على موقف أيمن أشرف مع المتولي، فإن شاء الله الأمور تبقى بالنسبة للنادي الأهلي جيدة في المباراة المقبلة مع إنبي إن شاء الله يعني. بإذن الله. طيب توقعاتك لشكل النادي الأهلي بكرة في مباراة بعد فترة كبيرة جدا من الغياب وبعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا، إيه اللي ممكن نتوقعه النادي الأهلي في مباراة مهمة أمام فريق قوي زي فريق إنبي من وجهة نظرك يعني؟ طبعا فكرة إن الناس تبقى هتشوف يعني النادي الأهلي أو بتتوقع إنه ممكن يبقى البداية بنفس المستوى اللي الأهلي طبعا ختم بيه الفترة ما قبل التوقف ده، طبعا هيبقى صعب جدا لان التوقف تقريبا احنا بنتكلم في حوالي 5 شهور، ده فتره غياب طويله جدا. حتى لو اللعيبه النهارده بتتدرب كانت في فتره ما بشكل فردي، لكن بالتاكيد حساسيه المباريات بتفرق، التدريبات بتفرق، فيعني اعتقد ان الشكل ممكن يعني ممكن النادي الاهلي يعني المستوى البدني او المستوى الفني يبقى اقل بشكل ملحوظ عن فترة ما قبل التوقف، وده هيبقى أمر طبيعي جدا وهيبقى نفس الأمر لنادي إنبي. ولكن من خلال اللي احنا شفناه في الفترة الماضية من مباريات ودية لعبها النادي الأهلي والتدريبات ومتابعة الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي، يعني واضح إن الحالة بالنسبة للعيبة جيدة بشكل كبير بدنيا وفنيا، حتى لو هيبقى فيه تأثر بعض الشيء مش هيبقى التأثر الكبير اللي ممكن تسببه فترة غياب طويلة زي اللي احنا شفناها. مهم جدا ان النادي الاهلي البداية بتاعته تبقى قوية، البداية بتاعته تبقى بشكل مميز، النتائج كمان، لان طبعا الهدف الاساسي في الفترة الجاية ان ازاي النادي الاهلي يحاول يحسم موقفه بشكل نهائي من مسابقة الدوري عشان يتفرغ بعد كده للحلم الاكبر بطولة دوري ابطال افريقيا اللي ماتشاتها ان شاء الله تبقى في نهايه شهر سبتمبر. يعني لو احنا اطمئنا الحمد لله على ايمن اشرف، فلو هيكون جنب متولي في الدفاع فيعني يبقى في اطمئنان بشكل كبير، او ما فيش ازمه قوي دفاعيه ان شاء الله تبقى بالنسبه للنادي الاهلي تبقى الامور مستقره، ويعني يبقى في حلول كتير عند الجهاز الفني عشان خاطر الفترة اللي جاية نحتاج روتيشن وتدوير عشان خاطر اللعيبة ما يبقاش في إصابات بالإجهاد أو ما شابه يعني بسبب ضغط المباريات. هل منتظر من النادي الأهلي بكرة مثلا أداء فني مستوى عالي، ولا من المنطقي والطبيعي إن بعد فترة الغياب دي ما نشوفش النادي الأهلي بالمستوى اللي ممكن بيأمله جمهور الفريق؟ لا بالطبع هيبقى صعب إن أنت تشوف الفرقة في حالة 100%، يعني الفريق عائد بعد غياب طويل جدا فترة التوقف اللي فاتت، حتى لو في تدريبات منفردة للعيبة في بعض الفترات ده برضه يعني بيبقى مختلف وبيحافظ على نفسه لحين ان هو يعود للتدريبات الجماعية والمباريات، لكن بالتأكيد المباريات يعني مع توالي المباريات المستوى يرجع يرتفع، لكن بيبقى في الوقت ده المهم الأكثر النتيجة، ان انت تحقق النتيجة، تخرج من المباراة بالنتيجه اللي انت عايزها. طبعا النادي الاهلي البحث دائما عن 3 نقاط والانتصار، فده الاهم، ده الهدف الاول، يبقى عن طريق طبعا استغلال الفرص بشكل فعال، ما يبقاش يعني في يبقى في تركيز شويه لو في فرص مبكره ينهي الامور بحيث ان المخزون البدني ما يعني ما يستهلكش بشكل كبير، وتبتدي واحده واحده الريتم يرتفع، واحده واحده المباريات
تعيد الاهلي للمستوى اللي احنا شفناه في ختام الفتره اللي هي ما قبل كورونا. يعني نقدر نقول ان الدوري كده خير استعداد للنادي الاهلي لبطوله دوري ابطال افريقيا، وهي البطوله الاهم بكل تاكيد. بالطبع المباريات الرسميه هي يعني اللي بتدي قوه للفريق وبتدي الانسجام وبتخليك تطمئن على العناصر بتاعتك. مهما لعبت مباريات وديه ومهما اتمرنت مش هيبقى الاستعداد قوي زي ما بتلعب مباريات رسميه. فبالتاكيد عوده الدوري للنادي الاهلي اولا ان هي بطوله النادي الاهلي متفوق فيها ويقدر ان شاء الله ان هو بشويه تركيز و يعني حسم للمباريات ان هو يفوز بيها ويضم لقب جديد لخزائنه، وكمان ان انت بتعد نفسك وبتعد اللعيبه بتاعتك وبتعد لو في عندك بعض اللعيبه صغار السن بتعدهم للمرحله اللي جايه، وبالتاكيد ان هي اهمها بطوله دوري ابطال افريقيا ومواجهه الوداد المغربي المرتقبه ان شاء الله. طيب خليني اتكلم معاك شويه في الشق العالمي، وانا عارف ان انت ملم بشكل كبير جدا ببطوله دوري ابطال اوروبا والبطولات الاوروبيه بشكل عام، وتحديدا امبارح كان في ماتشين مهمين قوي، ريال مدريد ومانشستر سيتي، تاهل مانشستر سيتي، وايضا يوفنتوس وليون الفرنسي، وتاهل ليون الفرنسي لدور الثمانيه. رايك ايه في الماتشين دول؟ وانا عايز ابتدي معاك تحديدا بمباراه ريال مدريد ومانشستر سيتي وكوارث فاران طبعا مدافع ريال مدريد. طبعا يمكن اللي خطف شويه الانظار من فاران الصوره اللي التقطت نهايه المباراه طبعا التقط بتاع زيدان وجوارديولا وهم في الملعب يعني بيتبادلوا الحديث. يمكن حتى جوارديولا لما اتسال قال يعني الموضوع ما كانش فيه يعني ما فيش كلام مميز، انا بطمن عليه بطمن على اسرته، اتكلمنا شويه وان شاء الله يعني في يوم من الايام كنا نتناول العشاء مع بعض. طبعا اخطاء فاران الكارثيه مع بالتاكيد التكتيك الكبير اللي لعب بيه مانشستر سيتي والاداء اللي هو معتاد من الفريق الانجليزي مع بيب جوارديولا يعني حسم لنفسه الامور. ريال مدريد طبعا هو بطل الليجا مع زيدان، دي اول مره زيدان يعني بيخرج كمدرب ريال مدريد يخرج من دوري ابطال اوروبا، ده حدث طبعا بالنسبه لزيدان، لكن في النهايه هو شاف ان الفريق قدم موسم كبير قدر ان هو يتوج بالليجا وقدر ان هو كمان يتوج بالسوبر الاسباني في وقت سابق. فشايف ان دي يعني كره القدم في النهايه تؤدي اللي عليك تبقى عايز تكسب، لكن في النهايه النتيجه كانت مانشستر سيتي تأهل. طبعا مانشستر سيتي عنده احلام مختلفة واهداف مختلفة، لان دوري ابطال اوروبا ممكن يكون يعني انقاذ لموسم مانشستر سيتي، وكمان وكمان بيرد على فكرة الفترة اللي تعرض فيها النادي لبعض العقوبات والايقاف من قبل الويفا، وبعد كده قرار المحكمة الرياضية انه قال لا مانشستر سيتي السنة الجاية يشارك في دوري ابطال اوروبا بشكل طبيعي. فبالتأكيد بطولة دوري ابطال اوروبا هتبقى مهمة جدا جدا لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي. تمام. لو حققوها هيبقى انجاز كبير للفريق ان شاء الله. انا بشكرك يا ايمن، شكرا جزيلا. الاستاذ ايمن جلبرتو الصحفي بموقع يلا كوره كان معانا من خلال تطبيق زوم، واتكلمنا معاه في بعض الامور الهامه على الساحه الرياضيه المحليه والعالميه.